استمع بقلبك. هل تعرف العلاقة بين العينين؟ العينين ترمش معا، تتحول معا، تبكي معا، ترى الأشياء معا، وتنام معا. ولو أن الواحدة لن ترى الأخرى أبدا. والصداقة يجب أن تكون هكذا، لأن الحياة لا تساوي شيئا بدون صديق. إنه الأسبوع العالمي لأحسن صديق. من هو أحسن صديق لك؟ أرسل هذه البطاقة إلى كل أصدقائك الجميلين، حتى ولو كنت أنا منهم، وانظر كم ستسترجع منها. وإذا حصلت على 7 فإنك فعلا صديق محبوب.